السلام عليكم طلاب جميعا. اليوم المحاضرة إن شاء الله بجزءها الأول راح نتناول ديفايس الرمز مالته هو 16550، أو إحنا مثل ما متعارف عليه 16550 بالسيريال كوميونيكيشن. هذا الديفايس اللي هو يونيفرسال أسنكرونس ريسيفر ترانسميتر ديفايس. هذا الديفايس هو يونيفرسال اسنكرونس ريسيفر ترانسميتر ديفايس، او مثل ما يختصر باليو اي يو اي ار تي، يونيفرسال اسنكرونس ريسيفر ترانسميتر. طلاب صوتي واضح؟ نعم واضح. خير ان شاء الله. اذا هذا الديفايس طلاب حال بقية الديفايسز اللي أخذناها من بداية الكورس الثاني إلى الآن، أو من بداية العفو من الكورس الأول إلى الآن، اللي هو يتناول تحتاج أنت كخطوة أولية السيتنج مالته، الانيشاليزيشن مالته، الانيبلنج مالته، كذلك الربط مالته. بعدين الجزء المهم بهذا الديفايس طلاب أنه الفائدة مالته شنو. يعني بالمحاضرة اللي قبلها والقبلها قبل اسبوعين اخذنا اللكتشر، كانت لكتشر ثلاثة مثل ما تتذكرون. هاي هي لكتشر ثلاثة طلاب، ال 8254 او البروجرامبل انترفال تايمر، وشفنا البروجرامبل انترفال تايمر ايش قد يوفر لنا فاسيلتي في توليد التايم تايمز، ويولد لنا فاسيلتي في توليد الديفرنت تايب اوف سيجنالز اللي هي تبدي من مود 2 مود 3 وبعدين 2 مود، مود 4 ومود 5 اللي يعتني لي بسنجل اوتبوت سيجنالز، كونتينوس سيجنالز، العفو سنجل بلس اوتبوت سيجنالز. هذا شفنا الهاردوير مالته، الكونكشن مالته، اخذنا الانيشاليزيشن مالته، وبعدين اعتمدنا على هذا الديفايس في توليد different types of signals. شفنا هاي السيجنال شلون نولدها من يا 3 كاونترز، الكاونترات الموجوده شلون نسوي لها سيتنج، الجي انبوت مالتها منين نولدها. اغلب الاحيان تولد هاردوير، ببعض الاحيان نولدها سوفتوير. اذا ولدناها سوفتوير نقدر نولد سوفتوير فقط في المود اللي هو مود 4، بس فقط بمود 4 التريجر سيجنالز تكون سوفت وير، او بالامكان حتى مود 4 ان تكون الجي انبوت ايكوال 1 مكان التريجر، مثل ما هو الحال بمود 2 ومود 3. يعني مود 2 ومود 3 سنجل جي اكتف 1 لوجيك قيمتها 1، فهذا المود مود 4 كان يا اما ناخذ سنجل تريجر وحده. دير بالك هو ليس بري تريجر كما هو الحال بالمود 1 او مود 5، لان يعني مود 5 ومود 1، مود 1 ومود 5 هذا ري تريجبل. شو نسميه؟ ري تريجبل، يعني بالامكان ان تنطي وان شوت تريجر ات ديفرنت تايمز في عده اوقات انت تحتاج تسوي تريجرنج. لكن مود 4 هو عباره عن وان شوت بالبدايه، اول ما تسوي له ستارتنج تحمل نمبر اوف كاونت، تسوي ستارتنج بالتريجر يشتغل، يولد اكتف هاي على عدد الكاونت، وبعدين ينزل سنجل بلس بالعرض مالته او الباند ويث ايكوال للكلوك مال الانبوت سيستم. اذا جينا بعدين كتبنا السوفت وير، جينا شفنا الفائده مالته بالستيبر موتور. طبعا طلاب هاي المحاضره ان شاء الله راح تكون فقط الجزء الخاص بالدي سي موتور، يعني فقط السيتنج مال الدي سي موتور داخل، لان الدي سي موتورز من نوعات ان شاء الله راح الربط مالته يكون بهذا الشكل وما يختلف عن هذا الشكل. يعني الربط عباره عن وايرنج تو، يعني من الريد اند ديز سيتنج تشغله بالفورورد دايركشن، الدز منه لوجيك 1 ومنه لوجيك 0، او تقلب الروتيشن فالدز 0 منه والدز 1 منه. يعني هذا الربط مال الدي سي موتورز راح يكون كومون في كل استعمال سابق او استعمال لاحق للدي سي موتورز. ان شاء الله بالمحاضرات اللي جايه ورا الامتحان راح ندخل بتفاصيل الدي سي موتور سبيد اند دايركشن كنترول، لا
ناخذ السبيد اند دايركشن كنترول، هذه راد لها محاضره واحده هي ورقه واحده بيج واحده، لكن يراد لها محاضره كامله فقط نشرح بيها السبيد اند دايركشن بالدي سي موتورز للدي سي موتور كنترولينج. اي حال جينا اليوم ان شاء الله وراح نبدي نحكي على 16550 اللي هو يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر ديفايس. هذا الديفايس يشتغل بالسيريال كوميونيكيشن. نعرف شنو بالسيريال كوميونيكيشن، يعني ينقل انفورميشن من والى، من والى، بامكانه ان يبعث وبامكانه ان يستلم. اذا بامكانه ان يبعث انفورميشن او بامكانه ان يستلم انفورميشن. هذا الديفايس العفو يشتغل بال فقط بال يعني الوحده مالته هذا 16550 is capable of operating من 0 الى 1.5 ميجا باود. اذا يشتغل بالباود، الوحده مالته مال النقل اسمها الباود. الباود ريت مالته هو عدد البتات المنقوله بير سكند بالثانيه. اذا عدد البتات المنقوله بالثانيه وحده قياس خاصه بالسيريال كوميونيكيشن اسمها الباود ريت. اذا هذا ماكسيمم يشتغل من 0 الى شقد؟ الى 1.5 ميجا باود. الباود ريت يعادل شنو؟ هو عدد البتات المنقوله بالثانيه الوحده. عدد البتات المنقوله بالثانيه الوحده. واضح طلاب تسمعوني؟ واضح؟ نعم دكتور واضح. جيد. اذا خلينا نشوف هاي البتات المنقوله طبعا هنا السيريال كوميونيكيشن مثل ما تعرفون يرسل بفريمز. شنو فريمز؟ يعني فريم باي فريم، من تدس معلومات من السندر الى الريسيفر تبعثها ب على شكل يعني نبعث انفورميشن نستعمل بها 16550. انت ركز، هذا الديفايس بامكانه ان يرسل وبامكانه ان يستقبل. اذا لي قدام اول ملاحظه تلاحظها انه هذا الديفايس اذا تريد تستعمله في ارسال معلومات عليك بان يكون هذا الجهاز عباره عن بير زوج. يعني شنو؟ 16550 مربوط بجهه الارسال و16550 وين موجود؟ في جهه الاستقبال. في جهه شنو وين طلاب؟ الاستقبال. يعني عندك 16550 مربوط بالمايكرو كمبيوتر سيستم خاص، بالمايكرو كمبيوتر سيستم اخر مربوط 16550 لاستقبال الانفورميشن اللي بعثتها من 16550 الديفايس الاول. طبعا ال 16550 انكلود شو يتضمن؟ يتضمن اهم جزئين مهمه. يعني ال 16550 يتضمن الى بي ديفايس اسمه الباود ريت جنريتر اللي يولد الباود ريت. هذا من هو؟ انترنالي بهذا الديفايس اكو باود ريت جنريتر وبي سيبريت فيفو، فيفوز للقراءه والكتابه من المايكرو بروسيسور. اذا عندك هذا الديفايس بي فيفو انترنالي فيفو وبي شنو بعد؟ وبي الباود ريت جنريتر. العفو بس ذكرونا يا ديفايس من الديفايسز اللي راحت عليها بالمحاضرات السابقه استعملنا بي انترنال فيفو. منو قال لي 8255؟ سجاد. سجاد ليش 8255؟ 8279 هو الفيفو. اللي وين موجود هذا الفيفو؟ موجود وين موجود؟ نعم نعمان دكتور بال 8279 من نربط الكيبورد. كيبورد اكو موجود فيفو وله لوكيشنز. كم لوكيشنز؟ كم موقع لهذا الفيفو؟ دكتور اقصى حد 16. لا على كيفك، الفيفو الموجود بال 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 الفيفو الخاص بالكيبورد عباره عن ايش قد كان؟ عباره عن 8 تتذكره؟
بالضبط دكتور، لكن في 8 لكن الانترنال رام الموجوده اللي تربط على 7 سيجما ديسبلاي ايش قد كانت؟ 16 في ايش قد؟ في 8، يعني 16 لوكيشن او 16 7 سيجمنت لوكيشن في ايش قد؟ في 8. هاي تذكرها كنا نخزن عليها السيجمنت كود قبل ان نبعثه الى 7 سيجمنت ديسبلاي. ماكسيموم ايش قد؟ 16 كانت عباره عن رامز اللي هي 16 في 8 بال 7 سيجمنت ديسبلاي، مربوطه ويا 7 سيجمنت ديسبلاي. وفي 4 انترنال في 4 وين موجود؟ موجود بجهة الكيبورد لغرض خزن. شنو خزن؟ سارة محمود وينها؟ سارة؟ نعم دكتور موجودة. سارة احنا بال 8279 كان عندنا internally FIFO ويا الكيبورد، شنو كان استعمال هذا الفيفو؟ تذكرين؟ استاذ نشيك اذا كان اكو كيبورد مضغوط. جيد، اذا اكو كي مضغوطه تنزل هاي الكي الاسكي كود مالتها وين ينزل؟ داخل هذا الفيفو. زين ايش قد يقدر يستوعب هذا الفيفو؟ ماكسيموم 8. ايش قد ساره؟ هو 8 بس يصير 64. ليش 64؟ ساره هو فيفو موجود عباره عن 8 مواقع من 000 للواحد واحد واحد. بالصفر صفر صفر ينزل قيمه ضغطه اللي هي عباره عن شنو؟ اسكي اسكي كاركتر كود. تمام؟ بالثانيه اسكي كاركتر كود 3 ماكسيمم يقبطه بش قد؟ ب8. تمام؟ تمام دكتور. تمام زين، هذا هنا بالسيريال الكوميونيكيشن اليوم عندنا انترنالي فيفوز، يعني اكو فيفو للقراءه وفيفو للكتابه. السايز مالته هذا، هذا ايتش فيفو كونتين 16 بايت اوف ستورج. نعم كملين ساره. ساره محمود. نعم دكتور. شلون 16 بايت اوف ستورج؟ شنو معناها؟ كل فيفو يحتوي على 16 بايت اوف ستورج. شنو فرق هذا عن الفيفو اللي موجود بال نربطه ويا الكيبورد؟ نعم هذا هنا 16 هذا 16 وذاك 8. يعني شنو 16 8؟ بس فهموني اوضح. يعني بتات خزن. يعني مثلا اضغط على الكيبورد يعني يخزن بها اكثر من اسكي كود، يعني مثلا دقمتين شيء يعتبر 16 بت. هاي وين وين محمد؟ هاي وين هالتفاصيل هاي؟ يعني هسه قبل شوي انا عدتها وذكرتكم بها، اقول لك ال 8279 عباره عن فيفو بثمان مواقع، موقع 000 الى الموقع موقع 111. الموقع 000 يخزن به شنو؟ اسكي كاركتر كود واحد. اذا كم اسكي كاركتر كود نقدر نخزن بهذا الفيفو؟ 8. 8 زين، اذا هسه هذا 16 ايش قد نقدر نخزن به؟ 16. 16 شنو؟ 16. يعني 16 من 0 الى 1 1 1. يعني من 0000 للواحد واحد واحد واحد. واحد. هاي مواقع هذا الانترنال فيفو في حالة القراءة أو في حالة الكتابة نستعملها. زين شنو الفائدة من استعمال الفيفوز بال 8279 أو ال 16550 هنا مثل ما بدنا نحكي؟ أحد يقدر عنده فكرة مثلا؟ أريد فكرة هندسية، واحد فد فكرة يقول لي إياها. ليش بدنا نستعمل؟ ليش بدا يصير مثلا إرسال واستقبال مباشرة؟ ليش بدا يخلون فيفو؟ دكتور على موديل ويت ستيت، اذا المايكرو بروسيسور مشغول فيعني انتظره يلا عبر على المايكرو بروسيسور. ممتاز جدا. يعني معناها شنو؟ انا هاي اي وحده معناها الانترفيسنج ما بين الديفايسز، ما بين الاي او ديفايسز وما بين المايكرو بروسيسور، احاول ان اوائم السرعه بيناتهم. هاي وحده. اثنين
اني اذا اخزن بالفي 4 انفورميشن تكون قريبه جدا من الاي او ديفايسز، فكل ما تكون السعه مالتها كبيره معناها شنو؟ معناها اقدر اخزن انفورميشن قريبه جدا من الاي او ديفايسز، وبالتالي الديفايسز السريعه اذا استعملت ديفايس سريعه كونكشن وين مايكرو بروسيسر راح تكون العمليه تخدمني جدا من جهه السرعه. ليش من جهه السرعه؟ لان الانفورميشن موجوده قريبه جدا منين؟ من الاي او ديفايسز، وبالتالي مخزونه بفيفا بفر. السيرشنج على المعلومه اللي اريد انقلها او اريد استلمها ايضا سهل. ليش سهل؟ كمل لي نعمان. عفوا دكتور بس تحيل لي ليش سهل؟ نعم، هو اقصد ليش العمليه سهله؟ يعني انت قلت يابا ترى يسهل لنا عمليه الربط ويا الاي او ديفايس، فعلى الاقل الويت ستيت ما بين الاي او ديفايس قسم من الاي او ديفايس تقول انه بطيئه، فعمليه التعامل ويا المايكرو بروسيسور يقرا مباشره من الاي هاي او الاي لو ثم يجيبها تاخذ تيك تايم. يعني افسر لي اياها ليش استعملوا فيفو، يعني شلون فائده الفيفو بهذا المكان ويا الاي او ديفايسز. استاذ جاوب. نعم، منو؟ مصطفى استاذ. نعم مصطفى. يعني حتى يكون قريب من الاي او. نعم. نعم. حتى يكون قريب وسرعة. حتى يكون قريب وسرعة. زين انا بس اريد اعرف. اوكي قريب فعلا. زين شلون يعني تقدر تفسر ليها شلون قريب؟ يعني فسر لي من ويا المايكرو بروسيسور شلون مو قريب وشلون ويا هذا الفيفو قريب؟ ومن يا ناحية أريد ناحية يعني فنية تكنيشن. دكتور زمن الويت ستيت يقل. زمن الويت ستيت يقل. أوكي شلون؟ ما يخالف كلها صحيحة بس أبدأ أعرف شلون. دكتور لأنه هو راح يخزن ال شو اسمه الأسكي كاركتر كود التالي للكيبورد. زين. راح يخزنها. منو؟ وياي منو؟ نعم استاذ يوسف جوان. يوسف جوان نعم. انا شو اقول هنا؟ كل كلامكم صحيح بس اضيف فقره. شلون هاي العمليه صارت سهلوها ان يعني المصمم مالت ليش خلى فيفو؟ الفيفو اولا اللوكيشنز مالته ايش قد اللوكيشنز؟ ماكسيمم لوكيشنز نمبر ايش قد هذا الماكسيمم لوكيشنز نمبر؟ ايش قد عددهم؟ 16. يعني بالله عليك المايكرو بروسيسور يروح عملية تبادل المعلومات من تبحث عن معلومة سيرش تروح تبحث عن معلومة تبحث عنها بالميموري لو تبحث عنها الميموري اللي هي number of location أقل ميموري location تلقاها في 64 كيلو على فد معلومة لو تروح تسوي سيرشنج بالفيفو اللي هو عبارة عن كم موقع 16 موقع إذن هاي عملية سرعة عملية شنو هاي سرعة زين من يذكرني بعد بالمعماريه العام استعملتوا فتشي فاسيلتي ما بين المايكرو بروسيسور وما بين استعملنا ما يعني اذا ننقل معلومات من المايكرو بروسيسور او نستلم معلومات من المايكرو بروسيسور خلينا في الديفايس خليته في الديفايس بوقتها سهل لكم هاي العمليه منو هاي الميموري كاش منو الميموري كاش اذا الكاش ميموري تذكرونه منو قال الكاش ميموري؟ يوسف جمال. ممتاز يوسف. إذن هنا أنا ما أقول لك هذه العملية هي عملية الكاش لأن الكاش ميموري بتفاصيل وبي مابينج بروسيجر نقدر نستعمله لكن على الأقل هو كخطوة بسيطة أنت نقلت معلومات ضرورية يحتاجها المايكرو بروسيسر كل شوية يتعامل وياها ضمن ميموري حجمها صغير من هالفكرة هاي أو من هالباب هذا أنا عندي فيفو بفر 16 بايت يابا 16 بايت يعني معناها كم لوكيشن 16 موقع اذا اخلي بكل موقع فريم من المعلومات انا اقدر اوصله اقرا او اكتبه بسهوله وهاي هو الفكره الرئيسيه من العمليه وبالتالي راح تسهل عمليه التلي كوميونيكيشن ما بين الاي او ديفايسز وما بين من جهه وما بين المايكرو بروسيسور من الجهه الاخرى واضح طلاب هسه هنا؟ واضح دكتور واضح زين
زين طلاب، خلينا ننتقل الى المحاضره مالتنا ونشوف. اولا مثل ما اتفقنا قبل شويه، قلنا ترى عمليا احنا الداتا عمليه الارسالها او استلامها خلاص لازم تكون عباره عن فريم من الداتا بالسيريال كوميونيكيشن او اسنكرونس سيريال داتا. يتم عمليه ارسال الداتا بالشكل على اشكال شنو طلاب؟ فريمز، على اشكال فريمز. الفريم من الداتا بيها الداتا بت اللي تبدي من النوت الى السته، يعني سبع بتات، ويا البارتي بت مالتها بارتي بت، وبيها ستارت بت، وبيها شنو؟ ستوب بت كاركتر. واضح طلاب؟ واضح استاذ، اعتقد واضحه. الفريم يبدي بستارت بت، ينتهي بستوب بت، اوكي. بي ثمان بتات، البت الثامن بالسيريال كوميونيكيشن يستهلكونه لشنو؟ شو يخلونه؟ بارتي بت. شو يسوي هالبارتي بت؟ استاذ رقم الفريم، يعني رقم الفريم. منو جاي؟ مصطفى استاذ. ليش مصطفى؟ يعني استاذ استاذ مو من الاول او الثاني بارتي. زين مصطفى ثامر. مصطفى ثامر، نعم نعم. ها طلاب، استاذ يعني رقم الايفن الاود، اذا كان ايفن او اود. اوكي بس استاذ الاشاره، الاشاره سالب او موجب، سالب او موجب. زين رامي حسين ناصر موجوده؟ رامي ما موجود. رقيه كريم، اسراء فارس، علي انمار، كوثر كمال، كون دكتور كوثر يمكن فضل عندها النت لانه هي كانت موجوده. نعم زين. جنه موجوده ويانا؟ جنه نعم دكتور موجودة. جنب تقدر تجاوبينا العفو؟ دكتور على البارت بت أنا أتصور أنه هو أهم على السالب الموجب، يعني المفروض هيك. لا أنا ما أعرف ليش سالب موجب. أنا إذا أحكي لكم عن سيريال كوميونيكيشن، لابد أنتم خلال دراستكم، أنتم صف ثالث هسه، صف أول مختبرات أو صف أول بالنظري مال اللوجيك، مختبرات مختبر لوجيك لازم، أو يعني على الأقل نظري مال اللوجيك لابد، أو صف ثاني بالمعماريه لازم اخذتوا بالسيريال كوميونيكيشن بالاتصالات. في عمليه نقل الداتا نحتاج الى بت نضيفه ويا المسج مالتنا ويا الرساله مالتنا. دكتور البارتي تشيك، البارتي تشيك، البارتي تشيك تحقق من المعلومات اللي توصلني هي المعلومات او لا صار بها تغيير؟ تمام، بس لازم عندك تو ديفايسز، واحد البارتي جنريتر وبارتي تشيكر. تشيكر الجنريتر يولد بت بارتي، يتخلى ويا الرساله هنا، زين يحول البارتي مال الرساله مالتك الى اما اود او اما شنو؟ ايفن. ايفن شلون احول الرساله؟ هسه هذا اضيف رقم هنا واحد او صفر، شلون احول الرساله الى ايفن بارتي او اود بارتي؟ احد يقدر يجاوبنا؟ دكتور للواحدات لو الاصفار الايفن او اي تمام سؤال. نعم نعمان شنو شلون دكتور؟ دكتور البارتي اخليها للصفر للوحدات اصلا، يعني انا من اقول لك لازم تقول لي شلون تحول البارتي مال هاي الرساله الى ايفن او الى اود بالاعتماد على القيمه هاي البي، شلون دكتور؟ عدد الوحدات الوحدات موجوده ونضيف. نعم. الطالب اللي قبل، الطالب اللي ورا نعمان قال عدد الوحدات منو؟ انا استاذ. منو؟ علي فارس. علي فارس، نعم علي فارس. استاذ نحسب عدد الوحدات و... وعدد الصفارة. جيد، اذا علي شو يقول؟ يقول يابا الرسالة مالتي اني هاي الوحدة، هاي الرسالة
كم بت من دي نوت للدي 6 يعني 7 بتات. اذا كانت بيها عدد الوحدات 3 يعني خلينا نقول هنا واحد هنا واحد هنا واحد 3 بتات والبقيه صفاره. كم عدد الوحدات 3. اذا اريد انقل بباريتي ايفن ايش اضيف هنا علي فارس؟ واحد واحد اضيف واحد صارت ايفن. اذا اريد انقل اود صفر صفر وانتهى الموضوع. اذا هاي العمليه احنا بالسيريال كوميونيكيشن هسه بدنا نحكي بالسيريال كوميونيكيشن يعني بالاتصالات بارسال فريمات فريمز اوف داتا. الفريم على مود نحميها وعلى مود نعرف لها بدايه ونهايه لازم ننقلها على شكل فريم. الداتا مالتي من اريد انقلها انقلها على شكل شنو طلاب؟ فريم. كل فريم بي ستارت بت وستوب بت ستارت بت وستوب بت. هذا الستارت اس ار وهذا الستوب اياتهم. هذا الدوت هو شنو؟ ستوب واس تي اللي هو ستارت وايل. هاي الداتا مالتنا شنو هاي الداتا؟ هي عباره عن داتا الرساله مالتنا اللي نريد نضيفها. البي اغلب الاتصالات بالانترنت كوميونيكيشن موجوده عندنا طلاب بالاغلب الاتصالات البارتي بت ما يستعملوها. شو يخلونه مكانها؟ يخلوها لاغراض الداتا. يعني هنا شنو عباره عن؟ اذا شال البي شو تكون الرساله مالتك عباره عن كم بت؟ سبعة. لا مو يشيل العفو وانما يضيفه للرساله. يضيفه ثمانية يصير. يعني ثمان بتات ويا الستارت والستوب. زين ويا الستارت ويا الستوب كيف تصير؟ تسعة. عشرة. هاي ثمانية. ثمانية والستارت والستوب اثنين عشرة. اذا بهالحالة هاي كل فريم عبارة عن عشرة. عشرة شقد؟ عشرة بت. اذا السيريال كوميونيكيشن يتم النقل مالته بهذا الشكل. طبعا على مود يرسل معلومات انفورميشن بعض السيريال كوميونيكيشن يستعملون يدز فريم باي فريم. يعني شنو فريم؟ فريم ورا الاخ. في فتره من الفترات يدز مجموعه فريمز ويريد بالسيتنج مالته يدز مجموعه شنو؟ يدز مجموعه بريك. شنو بريك بوينت؟ يدز الرسالة مالته يدز الرسالة ويدز وراها شنو؟ set of break point. شقد هذا البريك بوينت؟ تعتمد على السيريال كوميونيكيشن مالتك انت شقد تريد تبعث من number of bit يعني ال number of bit اللي تريد تبعثها بحيث تكون عبارة عن شنو؟ break point. عبارة عن شنو طلاب؟ عبارة عن break point. طلاب واضح؟ واضح دكتور. واضح. اعتقد واضحه الماده. طبعا لا تشوف فيها اي صعوبه، ماده جدا سهله ايضا وتنضاف الى الماده البقيه، لكن عليك انه تتابع، يعني تتابع بالضبط بالتفصيل التفاصيل مالت الماده مالتك. زين اوكي نكمل على الماده مالتنا. طلاب سؤال اخر، ليش سميناه اسينكرونس؟ يعني هو هذا يونيفرسال يو اي يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر ديفايس هذا 16550، ليش يسمونه اسينكرونس يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر ديفايس؟ طلاب وياي؟ نعم دكتور. نعم. ليش سموه هذا اسينكرونس ديفايس دكتور؟ لان كلوك. نعم نعم كل فريم له كلوك. يعني يعني معناها شنو؟ ما مثل ما احتاج كلوك ما احتاج الكوميونيكيشن. عمليه الكوميونيكيشن هنا تتم دون اشراك الكلوك. يعني السيريال كوميونيكيشن ما يعتمد على الكلوك. احنا نقول ما مسنك السنك مالته مو على الكلوك،
تمام؟ فيسمونه اسنكرونس. يعني لو لو ننتبه الى المحاضره مثلا الثالثه، المحاضره الثالثه هذا different type of mode. شوف هسه مثلا خلينا نقول المود الثاني اللي هو 8254 تايمر انترفل مثلا، هذا المود لو تنتبه هاي الكلوك تمام، توليد الاوتبوت سيجنال يعتمد على من؟ على الكلوك، على الكلوك. اذا مسنك السينك مالته ويا من؟ ويا الكلوك. ويلا هنا السيريال كوميونيكيشن مالتنا ايش بيه طلاب؟ ما له علاقه بالكلوك. اذا نسميه اسنكرونس يونيفرسال اسنكرونس ريسيفر ترانسميتر ديفايس. اذا عرفنا لحد هالبوينت هاي شلون ننقل، عفوا شنو شكل الفريم، هذا الفريم اوف داتا، شنو الاسنكرونس سيريال ترانسميشن. زين خلينا نشوف الاسنكرونس سيريال داتا، اسنكرونس سيريال داتا. خلينا نشوف هذا الديفايس، هذا هو 16550، هذا جهه الجهه المايكرو، هذا الجهه منها المايكرو بروسيسر، وهذا جهه الربط مالته ويا من؟ ويا الاي او ديفايسز. طبعا طلاب هنا بس انتبهوا لنا شويه رجاء، هذا 16550 كسيريال كوميونيكيشن نقدر دائما نستعمله على سيريال ان سيريال اوت، اس ان اس اوت القراءه والكتابه، سيريال ان يقرا منا، سيريال اوت يبعث منا. هذا شنو السيريال كوميونيكيشن مالت هذا الديفايس، السيريال كوميونيكيشن مالت من؟ مال هذا الديفايس. زين طلاب خلينا نشوف بقيه الفانكشنز مالته، و يعني نحاول ان نفتهم هذا الديفايس نهائيا على مود بعدين نقدر نتعامل وياه. طلاب هذا الديفايس اللي قدام اي نوت اي 1 اي 2 تدخل مباشره الى من الادرس لاين من جهه المايكرو بروسيسر. ليش؟ نعم طلاب علي حسين، علي حسين حسين احمد قاطع احمد سامي علي انمار فاطمه رحيم محمد خالد ابراهيم محمد ناجح. نعم دكتور. محمد ناجح موجود؟ نعم دكتور موجود. نعم محمد، شنو فائده اذا الثلاث بنات من المايكرو بروسيسر دخلت اي نوت اي 1 اي 2؟ ليش؟ دكتور مثل الـ 8254 والـ 8255 نختار فيه كنا نختار فيه. نختار الريجستر. نعم سجاد. دكتور نختار الريجستر. هناك اي 1 واي 2 تدخل مباشرة. نعم. يعني تريد تقول انه بالـ 8279 تريد تقول بالـ 8279 هذا كان عندنا بيه شنو؟ الاي نوت تدخل مباشرة. فقط الاي نوت، ليش؟ دكتور لان هنا 8 لا، ليش فقط الاي نوت؟ الاي نوت هذا ادرس. الاي نوت بيختار يا ديتا يا كنترول. يا كنترول. يا ديتا يا كنترول. زين هذا وين؟ بال 8279. زين باللكشر 3 بال 8254 ايش قد كانت؟ كم بت يدخل؟ 2 بت. 2 بت حياتها. زين هذا هو هنا 2 بت. هاي 2 بت. ليش؟ ليش طلاب هذا؟
معنا 40 كاونتر هذا هو الاي نوت والايوان. اذا 0 0 يصير العنوان مال كاونتر 0، اذا 1 0 الكاونتر الاول، اذا 0 1 الكاونتر الثاني، واذا 1 1 الكنترول وورد. تمام تمام زين. بال 8255 ايضا كان اي نوت اي 1 بس كان المن المود مود. يعني شنو قصدك للمود؟ رجاء شوي فهمه. للبورتات، اختيار البورتات. بورتات 0 بورت اي، 1-0 بورت بي، 0-1 بورت سي، واذا 1-1 كانت شنو هي؟ الكنترول وورد الخاصه بال 8255. صحيح هذا الكلام؟ صحيح دكتور. جيد زين. نرجع الى الموضوع هذا. هنا صارت عندي كم بت هنا دخلت عده؟ 3 بت. نوت 1 2. هذا النوت 1 2 هنا حاليا السيتنج مالته يكون بالشكل الاتي. اذا 0 0 0 ريسيفر بفر ريد، يعني الريسيفر بفر ريد وايل الترانسميتر هولدنج يوقفه. اذا 1 0 0 هذا انتربت انيبل، واذا 0 1 0 هذا انتربت ايدنتيفيكيشن اند ريد اند في فو كنترول رايت. إذا 1-1-0 فهذا line control. إذا 1-1-0 هذا line control. زين. إذا 0-0-1 هذا منو؟ modem control. وإذا 1-0-1 line status. وإذا 0-1-1 modem status. وإذا 1-1-1 ما يشتغل scratch. إذن هنا بالمناسبه نسيت اقول لكم شغله، انه هذا الديفايس او السيريال كوميونيكيشن بالامكان استعماله في كمودم من جهه، يعني نستعمله بالسيريال كوميونيكيشن وبنفس الوقت نستعمله بال كمودم ديفايس. شنو المودم ديفايس طلاب؟ احد عنده فكره عن المودم ديفايس؟ طبعا يعني استقبال او ارسال. استقبال او ارسال تمام، بس ايش يستقبل وايش يرسل؟ يعني دكتور نفس المودمات اللي تستخدم بالانترنت، يعني انا سؤالي هذا 16550 من مربوطه بمايكرو ابسر من جهه، ومن جهه اخرى مربوط 16550، ابعث واستلم على هاي السيريال ان سيريال اوت. اذا استعملت هذا كمودم الصفحه الثانيه وربطت 16550 ايضا استعملته كمودم، شنو الفائده بينات؟ شنو استعمال الفائده ما بين سيريال كوميونيكيشن او كمودم بالسيريال كوميونيكيشن؟ شو الفرق بيناتهم؟ استاذ انقل داتا من واحد للثاني؟ طبعا هو نقل داتا من واحد للثاني. شو الفرق الداتا اللي تنقليها هذا بالسيريال ان سيريال اوت، او شو الفرق الداتا اللي تنقليها عن طريق استعماله او تسوي له سيتنج الى كشنو؟ كمودم. يعني هذا من البرمجه الى سيت خاص يشتغل به كمودم بالسيند ومودم بالريسيف. شنو الفرق مالته؟ دكتور هو بالمودم نستخدم احنا بالاتصالات، بس راح يكون عندنا اكثر من التو، يعني التو لاينز اللي هو سيريال ان وسيريال اوت، راح يكونون اكثر. زين، ليش ما نقول بالسيريال كوميونيكيشن من نبعث ونستلم سيجنالز، اكو سيجنالز ما نقدر نبعثها كديتا، يعني هنا السيريال ان سيريال اوت اقدر ابعث واستلم داتا. داتا شنو هذا الداتا؟ باينري داتا. باينري داتا. وايل اني اريد احول الباينري داتا الى شنو؟ الى اوديو، الى تون. شلون اقدر احولها؟ بالمودم، تستخدمها كمودم ونفس الاوديو. زين، بالضبط. من ترسل الداتا موديليشن ودي موديليشن. شنو فرق الموديليشن سيجنال عن الدي موديليشن سيجنال؟ هذا موديليشن انا مضمن على السيجنال حتى ارسلها المسافات بعيده وما افقد الموجه اللي اريد ارسلها. جيد، ليش ارسل سيجنالز على كارير سيجنال؟ لازم اكون كارير سيجنال احمل عليها
السيجنال اللي ارد ابعثها دكتور السيجنال اللي ارسلها انا طاقتها ضعيفه وما توصل للمكان اللي اريده او بالظروف الجويه راح يتشوش عليها وافقدها احملها على الموجه اعلى حتى ما افقدها. تمام. اذا عمليه الموديليشن والديموديليشن تعتمد على بالسيريال كوميونيكيشن على من هو على اذا شغلت هذا الديفايس كمودم بالسيريال كوميونيكيشن. المودم اكو كنترول السيجنالز مثلا السيجنالز تكون ديفرنت تايب اوف سيجنالز تكون الاتينويشن مالها ضعيف البيك مالتها قليل فهاي السيجنالز اني احملها على كارير سيجنالز على مود استلمها بالطرف الثاني واطلع السيجنال منين من الكارير سيجنال. اذا عمليه الموديليشن والديموديليشن تتم باستعمال منه تتم باستعمال انه اسوي سيتنج للمودم هذا العفو هذا الكنترول سيجنالز اللي موجودة هنا كلها خاصة بمن بالسيتنج الخاص بالمودم يعني 16550 بالامكسير الكوميونيكيشن اقدر ابعث بي سيجنالز واقدر ابعث بي سيجنالز باينري سيجنالز ابعثها او استلمها بنفس الوقت هاي السيجنالز اقدر اسوي لها موديليشن وديموديليشن بالطرف الثاني ليش من تكون السيجنالز هاي تكون شبيها السيجنالز تكون السيجنالز الامبليتيود بيك مالتها قليله او ضعيفه تتشوه احتاج هاي السيجنالز ما تقدر نعبرها مسافات بعيده لانه الديستورشن مال وايرنج ديستورشن مال الظروف الجويه راح ياثر عليها فاسوي لها كارينج احملها على سيجنالز اخرى وارجعها بالاستلام من الطرف الاخر. واضحه طلاب؟ نعم دكتور واضح. جيد. اذا خلينا نكمل. قلنا لحد الان ركز لي رجاء عندك كم بت من الادرس يدخل له؟ 3 معناها كم بو اي او بورت تقدر هنا تبرمج بي؟ 2 و 3. من قال 8؟ حيدر ماجد. حيدر ماجد. حيدر ليش 8؟ دكتور لين هو 3 ف2 اس 8 3 ماكسيموم يوصل. شنو هاي اللي يوصل الى حيدر ماجد؟ شو يوصل؟ البورت. يعني نقدر نبرمج different type of IO ports يصل الى شقد؟ 8. فعلا لو تشوف هسه ذن راح نتطرق لهن كلهن من 00 الى 11 كلهن شنو ذن؟ عباره عن شنو؟ IO port راح نستفيد منه. IO port. سواء هاي الـ IO port نسوي setting او initialization للـ 8255 اذا استعملنا اول استعمال الى طلاب بس ركز عليه هنا استعماله كلاين كنترول كشنو طلاب كلاين كنترول واضحه تذكرون واضحة تذكرون الكنترول وورد الخاصه بال 8255 تذكرون الكنترول او الستاتس الخاص بال 8279 شلون اسوي السيتنج صح تذكرون ال بعد شكو ايش عندك 8255 وال 8279 وبعد من هو بي كنترول 8254 بي كنترول وورد دكتور 8279 هاي ترى في المحاضرة احنا محاضرتين اخذنا على 8254 شلون نهيئ الكنترول وورد تذكروها؟ نعم استاذ هاي هي الكنترول وورد مالت من؟ مالت ال 8254 وقبلها الكنترول او الستاتس مال ال 8279 وقبلها ال 8255 الكنترول وورد اللي كنا نهيئها واضحة؟ واضح استاذ زين هسه ايش عندنا هنا العفو